انا الهلالي. اهلا نزيله ديالك، دايره بخير؟ مزيانه سوسو، اللهم يسر ولا تعسر. امينه حبيبه، ربي يحفظك ليا. وتاينه وعليكم السلام حبيباتي، هو مجهول سلام عندي راتكم مشات له السداده. تصايبيها حبيبتي جيبيه لاي ذهبي، الا كنتي هنا في ميدل الدروه جيبيه لنا، مرحبا بك. كنتي في ميدل اخرى ديال ذهبي صايبوا لك. واش عندك راتكم تقريبا 10 غرام مع ديك الثمن؟ الله يجازيك بخير. 10 غرام 500 غتجي شي 5900 درهم حبيباتي. واش يمكن تصلح؟ تصلح من السدادة، راه ساهل الحال. يما الا كانت فيها ما تصلح، هي نيت هذيك ديال اللي كانت معاه راه غيتصلح. ما كانش فيها ما تصلح، راه كيبدل لك بوحده اخرى. شي حاجه عاديه اختي. الا كانت هذيك فيها ما يتريقل، راه يتريقل ما تريقلش، غادي يقول لك نبدلها لك بوحده اخرى اللي تكون مسقده. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال ان شاء الله. معكم صفاء كما العاده من مجوهرات الاخوين، اختصاصنا بعد الدار 18 كاره، طبعا كيتباع عند المغرب في المغرب كامل. لا ليفغيزون فابور حتى لباب الدار، ما عليك غير تسكريني لارتيكل اللي عجبتك وغدوزي الواتساب اللي راه بانكلي في اللايف مع السميه الكنيه رقم التليفون العنوان ديالك كامل، وكنصيفطوها لك حتى لباب الدار افيك دي كادو. سان بوليك نشكرك بها الثقه ديالك في السلعه ديالنا، مرحبا والف مرحبا. التواجد ديال البنات مدينه ميدلت، المحل في قصريه ميدلت 2 وسط المركز الثقافي، مرحبا والف مرحبا. بالنسبه لبنات المسابقه راه عاد مستمره، حاولوا تبارطاجيو اللايف الماكسيموم باش يشاهدوه اكبر عدد ممكن ديال الناس، وتستافدي حتى انت بنسبه البارطاج ديالك، وتكوني فائزه ان شاء الله معنا بارتيكل من ذهب في اخر الشهر. مرحبا بكم والف مرحبا البنات. اليوم البنات جبت لكم هميزات خطيره البنات، شلا حوايج غادي يدوزوا اليوم ب 540 درهم للغرام، يعني شي حاجه اللي فنان البنات. والميزان قدامكم وانتم كتحسبوا معايا، وكاين دي بروموسيون في الحوايج اللي غادي يدوزوا موديل برومو خطيره البنات، من ناحيه الخواتم ديال ديما ولا من ناحيه لي براسلي. دونك حاولوا تبارطاجيو اللايف الماكسيموم. سلام اختي صفاء منوره، منوره بوجودك حبيبتي لالاي خطيك فافا، انت اللي منوره حبيبتي اللايف لالاي خطيك. واش لقى لها السداده؟ حبيبتي راه دوزيها لاي ذايبه راه غيرقلها لك، راه ما كاينش مشكل، غتاخديها لاي ذايبه غتقول له بغيت السداده لهاد راتكو غيقول لك مرحبا. اخت ممكن شي سلسله بعلقتها والحلقات نفس العلاقه ما تفوتش 5000 درهم. بوتينه حبيبتي حاولي دوزي عندي واتساب، ومرحبا والف مرحبا. نوريك لي موديل اللي عندي، لعجبتك شي حاجه مرحبا في لي فوتو، ما عجبتك والو كنشوفو لك في المحل عاود. خاتم لويز عافاك مرحبا. نشوف لك الا كان باقي واحد، راه باقي الا كان باقي، حيت راه كنت حطيته في لاباج، ما عرفتش واش تكون جات شي وحده داتش في المحل ولا. حاولوا البنات بارطاجيو اللايف الماكسيموم باش يشاهدوا اكبر عدد ممكن ديال الناس، لان اللايف يتسهل انه يتبارطاجا بحكم ان فيه بزاف ديال لي زارتيكل هميزات، يعني 540 البنات كما شفتوا راه الفيديو الاخر غادي يكون ميزان حداكم قدام عينيكم وانتم كتشوفوا، باش كل وحده فيكم غادي تحسب معايا الحاجه اللي بغاتها وبغات تعرف ثمنها اكزاكت والغرامات نتاعها قدامكم قدام عينيكم الميزان سكرينيو ومرحبا. حبيبتي صافا اشيراتكو سامبل هميزات، ما عنديش حبيبتي ساحة ليا هميزات والو، بلا راتكو كيوصلو اليوم كيتباعو غدا. كاينة حبيبتي نور سميحي دوزي عندي واتساب الزينة ديالي ومرحبا. سلمى هدى وعليكم السلام حبيباتي. قلبت عندها بيا ما لقيتش، ما يمكنش اختي كيفاش تقلبتي عندها بيا ما لقيتيش لها السداده؟ وراه ما يمكنش، ياك السداده هو بلع ديالها دونك اي دايبيه سايب لك، ما عرفتش كيفاش دايره لقيتي الدايبيه ما لقيتيش عندهم، شي بيزار
كاينه اختي غادي اي دايبي مشيتي عنده تقولوا بغيت رجلها غادي رجلها لك، ما كاينه شي حاجه سميتها ما يرجل لك شي سداده. الناس السداده راه كاينه راه دابا راه دمليج وراهم يرجلوه، الا مشات تتقرض كيسوديوه كيقادوه يرجلوه، عاد فين السداده ديال شي. الوغ بالنسبه لاباك نتاع الاخر لويزا كاينه هادي فيها الراس غزاله البنات انتما، هادي لويزا 21 كارا شي حاجه فنيونه البنات انتما، غزال غزال هاد لاباك هادي. غادي نقول لكم البري ديالو. سلمى هدى حبيبتي بحكم انه شفنا بان اللايف اللايف يعني كلي زارتيك كيبانو هكا احسن، وسورتو ان اليوم كاين ميزات قلنا اللهم نديرو الميزان قدام عينينا وقدام الناس كيشوفوا الميزان ديال كل ارتيكل احسن. ما مشيت خبيت ولا شي حاجه حبيبتي غير على حساب لا كاليتي ديال اللايف وديال لي فوت ديال لي زارتيكل باش يبانوا واضحين، دونك داكشي علاش. شوفوا البنات هذا فيه لويزا 21 كاره، القطر ديالو 2 سنتيم، ثمن ديالو 5000 درهم 100000 ريال البنات، 5000 درهم 100000 ريال اللي بغاتو مرحبا و ألف مرحبا. القطر ديالو 2 سنتيم دونك ما بين 1.9 و 2 سنتيم بحكم انه عريض هنا يعني جي هذا العرض هذا، دونك 1.9 حتى 2 سنتيم. شوفوا البنات لا كاليتي كي دايره، شوفوا الخدمه تبارك الله ما شاء الله. خاتم كيحمق البنات ب 5000 درهم، الثمن ديالو جد مناسب. اللي عندها شي سلسله ديال لويزا، عندها شي براسلي ديال لويزا، عندها شي حلقه ديال لويزا وبغات دير خاتم، دونك شوفوا البنات ما فيهش الحجر بمره البنات، سامبل كامل لويزا ديال 21 كاره ديال الراس. اللي بغات شي حاجه مرحبا و ألف مرحبا. حبيبتي لالو اليوم غادي ندوز لي زارتيكل ب 540 درهم للغرام. عزيزه وعليكم السلام الزينه ديالي مريم، وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. شحال الغرام الله يحفظك. بالنسبه اليوم كيبان غادي ندوزو ب 540 بصح كتبان الصوره هكا مزيان، هذاك الشيء علاش لان لا كاليتي ديال التصويره كتبان هكا احسن، الناس كيشوفوا لارتيكل مزيان ماشي بحال ملي كنا كنديروها بديك الطريقه الاولى كانت تبان الصوره شويه ما واضحهش وصافي. دونك البنات غادي ندوز لكم خويت مات اول حاجه. لا ما عنديش حاليا شي غورميت امريكان، ما عنديش دابا شي حاجه، خليونا ميساج في واتساب الا بان شي حاجه سولوا فيكم. دونك شوفوا البنات خويت مات كيحمقوا ديال ديما شي حاجه ديال ديما البنات 580 حاليا. شوفوا البنات هذا ديال التخرم كيجي كيحمق وراه عنده لا ميم دمليج دمليج عندي دمليج خوه، ها هو دمليج خوه. شوفوا الخدمه ديالو كي دايره، شوفوا هذا دمليج وهذا خاتم، وكاين حتى جوج دمليجات حتى هما خوتو تقريبا، ها هما مشاو معاه نفس الديزاين. شوفوا نفس الديزاين ها هو خاتم والدمليج ديالو شي حاجه طوب البنات. بالنسبه لهاد لاباك دايره 1350 درهم، 1350 درهم عفوا 1350 درهم اللي هي 27000 ريال 135 اورو، 1350 درهم 27000 ريال 135 اورو. الخدمه ديالو متقونه، شوفوا كي داير من الداخل، كنظن ان الصوره واضحه كنظن بلاتي هاكو. شوفوا ما شاء الله خويتم كيحمق. كاين هذا ديال الاناناس اللي فيه ثلاثه ديال الشريطات خاتم واحد، البري ديالو 1150 درهم 23000 ريال، 1150 درهم 23000 ريال. وكاين هذا ديال تخوا دي مسيرتي بالحجر في الجناب، تخوا دي مسيرتي بالحجرات في الجناب اللي الثمن ديالو 1050 درهم 21000 ريال، 1050 درهم 21000 ريال. كاينه هاد الكوليكسيون حتى هي غزاله ديال خويتمات اللي كتجي زوينه بزاف. هذا بنات نتاع كلوي اللي تخوا دي ما فيهاش الحجيره، الثمن ديالو 1400 درهم 28000 ريال، 1400 درهم 28000 ريال. كاينه هاد لاباك هادي صغيره وزوينه ومتيوله اللي دايره 1050 درهم 21000 ريال، 1050 درهم 21000 ريال. وكاينه هادي ديال الخميسه اللي مسيرتها في الحجر بجني في الجناب اللي الثمن ديالها 1250 درهم 25000 ريال، 1250 درهم 25000 ريال. هاد الخبيثات البنات اليوم راهم برومو، اللي بغات شي واحد مرحبا و ألف مرحبا. والقطر راه كنزيدو كننقصو لكم بكل فرح. اللي بغات لويزا البنات بقنا ديال الفروج اللي بغاتو مرحبا و ألف مرحبا ب 3300 درهم. اللي بغات شي حاجه في لويز تخبي فيه فليساتها فراه موجود لويز ديال الفروج ماشي ديال الراس، ديال الراس كملون هنا. رجاء وعليكم السلام حبيبتي مريم، السلام وعليكم السلام زينه ديالي. واش كاين شي ميزات في الكورمي ديال العنق؟ باقا وحده الاس حبيبتي فيها 27 غرام. السلام عليكم اختي لاباس عليك، الحمد لله كي دايره انت راكي مزيانه اللهم يسر لنا ولكم جميع المسلمين حبيبتي. عاودي شنو اللي نعاودو حبيبتي مريم، ثمن الخوات معافاك مرحبا
دونك هذا نعاود لك هادو وهادو هذا لا ماشي 540 هما كيبقاو برومو يعني موديل ولاني برومو دونك بالنسبه لهذا الثمن ديالو 1400 درهم مالكي ما بقيتي كتبيني وجهك ياك مره راجل حلف لا انتي هي خطيره دونك شوف البنات هذا 1400 درهم هذا وهذا ب 1350 لا ما كيدوزوش 540 حبيباتي اخواتي من اليوم هادو يعني ناقصين شويه في الاخر في الجرامات يعني قلالين شويه في الجرامات وفي نفس الوقت غير برومو حاليا يعني ماشي في الميزات غير برومو حبيبتي كاين هذا ديال لانفيني اللي داير 1150 درهم 1150 درهم 1150 درهم كاين هذا ديال الخميسه اللي داير 1250 درهم 1250 درهم هذا ديال الخميسه 1250 درهم دونك هادو الختمات اللي كاينين حاليا اللي دوزت لك اللي دوزت دابا في اللايف دمليش الصويره قياس 6.3 بقاي معايا في اللايف حبيباتي وغادي ندوز لك ندوزهم لك لا 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 ما فهمتي والو هاد المره ما فهمتي حتى حاجه هاد المره شوفي هاد درنا هاد القضيه هادي انا ما كنبينش وجهي لان لقينا لا كاليتي ديال 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 اللايف احسن الا درناها الطريقه لان كتبان الصوره واضحه كما راك تشوفي يعني الاخوات كيشوفوا لا كاليتي ديال لارتيكل 100% ماشي بحال ملي كنا كنديروا الطريقه الاولى كانت لا كاليتي عيانه شويه واغلبيه الاحيان تيبقاو يقولوا لنا الناس في لي كومونتير بان الصوره غير واضحه اللهم هكا احسن ماشي على وجهي حبيبتي وراجلي مسكين ما قال والو كان ما بغانيش نبين وجهي ما غنبينوش من الاول علاش غادي نكز حتى لهاد النهار حتى لهاد الايامات هادو عاد غادي نحبس دونك شوفوا لي التخوات دي 1100 درهم 1100 درهم 1200 دونك هادو بجوج بهم 1100 درهم 1100 درهم وهادي 1200 هادو 22000 ريال 24000 ريال شي حاجه غزاله بنات هاد الخويتمات اللي بغات شي واحد مرحبا و1000 مرحبا تيتمشاو بالموديل وليني في نفس الوقت راهم برومو اليوم اللي بغات شي خويتم مرحبا و1000 مرحبا شوفوا البنات كاين هذا ديال التخوات ديال 950 درهم 950 درهم هذا ديال التخطيط داير 1400 درهم 28000 ريال وهذا داير 1350 درهم 27000 ريال 27000 ريال راني عارفه اللي كاين سلام بروم وسامبل جهد 40 غرام شحال مرحبا حبيبتي 40 غرام اجيها 23000 درهم و200 درهم 23000 و200 درهم حبيبتي ثمن ديال البروم وسامبل 40 غرام كاين براسليات كاينين هنا اختك حبيبه داليس وكاينه وحشك الخير الزينه عفاك واش كاين خوات ماريا جميلات توريه كاينين حبيبتي دوزي واتساب نوريهم لك في التاور واحد بواحد مع الجرامات والقطر وكل شيء السلام عليكم اختي كي دايره واش عندك كورميت لويز خاوي كاين كورميت ديال لويز خاوي كاين اللي دار فيه لويزا الكورميت لا باقي وحده خاويه راه عندي شي با لا عيط لي صيفطك مع زكريا الو غادي نمشي لكم دابا للهميزه تاع البنات باش ما نطولش عليكم اكثر اول حاجه غندوزها لكم هي هاد النباله هذه ديال حريم السلطه اللي كتجي عشاقه البنات شي حاجه زوينه بزاف ما عرفتش الصوره كتبان لي كتجي فلو دونك نحاول نسجل الصوره مزيان اه مزيان شوفوا البنات كاين بقاي معايا في اللايف وغندوزو لك دابا شوفوا البنات كاين نهميزات اسو كاينه كاين حاليا نهميزات اختي حريم السلطان كتجي غزاله شوفوا كي دايره شي حاجه ملكيه البنات وكتجي انيقه بزاف كتجي غزاله البنات شوفوا ليا ها الجرامات نتاعها قدام العينين ديالكم شوفوا الصوره لما كانتش واضحه نوضحوها دونك شوفوا هذه فيها 11.49 540 درهم للجرام جاتها 6200 6200 اللي هي البنات 124000 ريال 124000 ريال 124000 ريال معالي الصورة ما بغاتش توضح ليا يا ربي انتي بقاي تبيعي بقاي غير تبيعي حتى تلقاي راسك
ما بقيتي عندك والو. صافا لاباس لاباس الحمد لله اختي فاطمه، كي دايره انت؟ لاباس عليك. الو غادي نمشي لكم الهميزات اخرين. كاين عندي هاد الدمنيج هذا اللي قلت لكم راه كاين خاتمو، دمنيج اللي كاين خاتمو، شوفوا ما شاء الله. بنات اللي كانت الصوره ما واضحهش قولوها لي عافاكم باش ما نمشيش غلطه. شوفوا البنات تبارك الله ما شاء الله. شي حاجه غزاله البنات هذه. اهلا زينب حبيبتي لاباس عليك، الله يبارك فيك اختي فاطمه. شوفوا تبارك الله دمليج غزاله البنات هذا، فيه 9.37 غرام، 540 درهم للغرام، ب 5059 درهم، 5059 درهم اللي هي البنات 100 و1020 ريال. هذا 100 و1020 غالي اعتق 5059 درهم، هي 100 و1000 ريال 200 و400، هي 100 و200 100 و1000 ريال 400 ريال. شحال صعيبة هاد الكلمة هادي، انت صعيبة باش تقولي هاد الكلمة هادي. شوفوا البنات غزالة، صافي هاد قلتها دابا دبت معاها قلتها. شوفوا البنات غزال غزال هذا. بالنسبة للدورة راه كاينين البنات الدورة ديالهم في الاخر. لا لا اختك فاطمة حبيباتي الله يكبر بك. الاخت اللي قالت لي بغات كوغميت فيها لويزا كدار فيها لويزا، ها هي دي حبيبتي 540 حبيبتي. شوفوا البنات هاي انت، هاي هادي الكورميت اللي كدار فيها لويزا. دونك الا بغيتيها مرحبا دوزي عندي واتساب، مرحبا الف مرحبا، قول لهم هي مين تعولوا الحسن. الله يلا كورميت هاد اللي يدو فيها الخريشيشات غليظه. مرحبا حبيبتي انا ندوزها دابا. شكرا البنات لي لاختكم، كثرونا من لي جيم ديالكم ولي جادوغ ديالكم، الله يكبر بكم باش ما يتقطعش اللايف وباش يطلع شي شويه ويتشاهد على اوسع نطاق، الله يكثر خيركم ويسهل عليكم. وبالنسبه شحال الدوره ديالو هذا فيه شي 6.1، ديك النقطه ديك المسطره هذه اتيني بها فين نوصلها خويا فين غير نزيد نبغى الجبل هذا. انا نقول لك القطر ديالو حبيباتي هذا فيه 6.1، 6.1 في القطر، 6.1 اختي زكاري فيدا لوكا يا اختي. اختي كديروا شي سميات ما عندكم مين تجيبوهم. كاين عندي هاد جوج ديال الخويطات نتاع الخوات ديال البنات، كيجيو غزالين 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 وانيقين في اللبسه ديالهم. جوج خيوط دونك البنات هذا راه ماشي ديفو البنات، هذا راه ماشي ديفو، هذا راه الطبع كيديروا له داك الطبع هكاك مسكين كي. هذا 5000 درهم ام معاد، لويزا حره 21 كاره حبيباتي. شوفوا البنات غزال غزال غزال، هاد جوج خيوطه كيجيو كيحمقوا في اللبسه، حتى هما زينه وتخزينه وكتلبسيهم توجور في اليد ديالك ما تحيديهمش. بالنسبه للقطر الغرامات تاع عفوا ها هما دو 16.21، 540 درهم، 8753 درهم، 8000 اسلام مرحبا بك اختي، 8753 درهم اللي هي بالريال 175000 ريال، 100 لا يا ربي على هذا الريال 8753000 ريال 53 درهم، هي بنات بالريال هي 107000 ريال. علي فكها ما غنحسل دير اسمع على جوج باش تلقاكم اخرى شحال تما 8753 درهم. لا راه لا 107000 175000 ريال البنات. حسين حسين عاوني مع هاد الريال اللي تنسى عاود. شوفوا البنات راني وداد حبيباتي هذا هو الصغير، شي حاجه غير جوج ديال الدميل جات دابا ماشي بزاف، 580 الفوق بالنحيه الجديد والقديم 550، 550 هادو حبيبتي سلمى، 540 داك خاتم لويزا لا هذا موديل حبيبتي. سلام حبيبتي صفاء، اهلا عمري حبيبتي كي دايره بخير، 17500 درهم هذيك شنو هي 175000، 175000
شحال كتحسب الغرام؟ هادو 540 سلمى، بالنسبه للجديد داير 580 الفوق. شوفوا البنات، ما بغاش يتحفظ لي هدر لي اللي حسن عوني شي نهار نهبل وليت ننساه عاود. هادو فيهم 6.7 البنات، 6.7 في القطر، 6.7 في القطر، اللي بغاتهم مرحبا والف مرحبا. غورميطة صحيحه فيها الخريشيشات. غندوز لك هذه اللي غندوزها دابا بلي ميزات، اللي ما عجبتكش دوزي نوريك شي حاجه في المحل. مرحبا والف مرحبا حبيبتي. كاين عندي هادو جوج ديال الدميلجات، راني دوزت الخاتم ديالهم كما راكو تشوفوا، ها هو ها خاتمهم نفس الديزاين البنات. واش الصوره واضحه؟ عادي دخل شوفوا الصوره واضحه. ها شوفوا البنات، هذا الخاتم ديالهم انتما، هو راه شويه ماشي زعما راه تقريبا لون واحد، لون واحد. شوفوا البنات جوج ديال الخويطات غزالين ديال التخرام. مرحبا سلمى، ندوز لك عصير صابون حبيبتي. شوفوا شي حاجه غزاله البنات، نعطيكم الغرامات ديالهم 25.46 غرام، 540 درهم. جاتهم 13748 درهم، 13748 درهم اللي هي بالريال 1,074,000 ريال و900، 1,074,000 ريال و900 بالنسبه لهاد جوج خيوط نتاع التخرام اللي الديزاين ديالهم هكاك وراهم صحاحه البنات. لبسيهم وتهني عليهم، تحيديهمش في اليد ديالك صافي شكرا. بالنسبه للدوره ديالهم راه ما كبرش بزاف وما صغارش، دونك 6 ونص البنات، 6 ونص اللي كانت القطر ديالها 6 ونص وعجبوها تاخذهم مع الخاتم ديالهم اللي راه الثمن ديالو 1350 درهم، 1350 درهم، وهما دايرين 1,074,000 ريال و900. دونك تاخدي شي حاجه غزاله البنات هكا شكل اونسومبل هكذا مع بعضياتهم، ومن بعد ان شاء الله يجيب الله الرزق وزيدي الثالث نتاعهم باش تكملي لونسومبل كامل. عندي عصير الصابون كذلك اللي غيدوز ب 540 درهم للغرام. شوفوا البنات هذا راه الدق القديم، ماشي هذا المخدوم على الجديد هذا. شوفوا البنات هذاك اللي كندوزوه كنكونوا ديجا حنا خادمينو عندنا راه كندوزوه ب 580، هذا فيه 32.52 540 درهم للغرام، جاتها 17560 درهم، 17560 درهم اللي هي بالنسبه للريال 1,100 5000 17560 درهم، 17560 درهم اللي هي بالريال 1,151,000 ريال و200، 1,151,000 ريال و200 بالنسبه لهذا عصير الصابون هذا. شوفوا البنات غزال غزال هذا عصير الصابون، زينه وتخزينه لكاع السيدات اللي عندها شي فلوس بغات تخبيهم ما عليها غير بعصير الصابون اولا الكوغميت اولا اللويز اولا شي حاجه تكون ما فيهاش الحجر. دونك 6.3 6.3 6.3 اللي عجبها ما عليها غير دوز واتساب ومرحبا والف مرحبا، راه نديروا لها الفيديو عليه تشوفوا مزيان على كاع الجوانب. مرحبا بكم والف مرحبا. كاين هذا اللي صغير، هذا شويه ناقص بالنسبه لهذا، غادي نعطيكم العرض ديالو البنات، العرض ديالو اولا الواجهه ديالو كما نقولوا باش تفهموا مزيان. فيه 3 سنتيم تقريبا، 3 سنتيم في الواجهه ديالو، شي حاجه غزاله وكيجي عريض وعامر وعاطي العين في اليد ديالك. وكاين هذا اللي صغير، شوفوا البنات غزال غزال هذا. بالنسبه لهذا فيه 21.66 21.66 540 درهم للغرام، جات واحد البنات 11696 درهم، 11696 درهم اللي هي البنات بالريال 1,033,900، 1,033,900 ريال. بالنسبه لهذا هذا راه صغير. بالنسبه للدوره ديال هذا شوف البنات راه هكا كنعبروا الاخر دمالج ولا حتى الخواتم كلشي نفس الطريقه، تقطعوا الاخر لارتيك من النص ديالها كما راكم تشوفوا هكا. دونك بالنسبه لهذا فيه 6.2 في العرض، في القطر ديالو وفي العرض فيه جوج اونس، في الواجهه ديالو جوج اونس. دونك اللي بغاتو مرحبا والف مرحبا دوز عندنا الواتساب، مرحبا بها والف مرحبا. كاينه سلسله ديال الحضور اللي غزاله البنات، اللي واعره البنات وكتجي غزاله مع واحد المصحف اللي حمامق البنات. صراحه انا ديجا دوزتو، من اليوم غيدوز ب 540 درهم للغرام. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، مستعمل وبقي نقي. شوفوا السده ديالو تبارك الله مازال صحيحه،
مازال يتلبس، مازال يجي زوين في البيزا. وزينه وتخزينه من الفوق مع هاد السلسله هذه ديال اللوبيا، هذه كتجي غزاله البنات. هذه دلويت اللي كتجي هكا طويله وعاطيه العين. بالنسبه لهذا البنات، ها هما دول الغرامات ديالو، 29.10 الغرامات، 29.10 540، جاتو البنات 15714 درهم، 15714 درهم اللي هي البنات مليون و114، مليون و100 و14200، 15714 درهم اللي هي البنات بالريال مليون و114200، مليون و100 و14200. كيجي واعر البنات بالنسبه لهذا المصحف بسلسلته، شي حاجه غزاله البنات. مصحف بوحدو راني غنحطو محبيبتي دار عفاك الدمانجلي قدامك. مرحبا اختي، انا ندوز لكم كاع الحوايج اللي راني وجداهم لكم اليوم. بالنسبه للمصحف بوحدو ها هو البنات، هادو هما الكرامات اللي فيه. فيه تبارك الله 20.37، 37، 540، جاتو 10999 درهم، 10999 درهم اللي هي بالريال مليون و19000. لا درهم اللي هي بالريال مليون و199900، مليون و100 عالي اعتق شحال هذيك هي مليون و19000. اش كدير انت؟ مليون و19000، مليون و19000 ريال. يحسن عواني مع هذا الريال مشي يهبني. هانتوما البنات غزال 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 البنات. بالنسبه للطول ديال هاد، انا نعطيكم الطول غير هكذا، هذا فيه 5 سنتيم في الطول، وفي العرض فيه تقريبا 4 سنتيم في العرض. السلسله راسها مرحبا حبيبتي، شحال فيها في الطول ولا شحال فيها من الثمن ديالها؟ باش الميزان يلاه جيت هاني كندوز ليه ميزات اختي. شي خاتم مخرم في الهميزات، دوزي لي واتساب الغزاله ديالي ونشوف لك ام ريان. هانتي اختي خديجه، هانتي غرامات نتاع السلسله بوحدها، طرف 8.74، 540 درهم، جاتها 4719 درهم، 4719 درهم هي البنات بالريال 94000 ريال و300. انا لو كان جاوني غير قل من مليون نحسبها، توصلوا المليون صافي نزقل 94300 هكا علي. عطيني الطول ديالها الله يحن عليك اخويا، ورد لها هذا المصحف الله يسهل عليك. الطول والوزن والثمن، الثمن هاني قلت اختي 94300 اللي هي بالريال بالدرهم، مشات لي الاخر بقيت عاقله شحال فيها من غرام. دونك نعاودها لك، كاين عندي هاد جوج خيوطه البنات نتاع خوات دي غزالين غزالين غزالين. انا قلت لك الثمن حبيبتي الطول هو يعطيني الدري. شوفوا البنات غزالين غزالين، جوج خيوط نتاع الخوات دي، الغرامات نتاعهم 17.85، 17.85، 540، جاتهم 9639 درهم، 9639 درهم هي بالريال 192000 ريال و700، 192000 ريال و900، 192000 ريال و900. هانتوما البنات طوب البنات، هادو ديال الخوات دي فيها 8 غرامات، فيها 68 سنتيم اختي، 68 سنتيم بلا المصحف، زيدي عليها داك 5 سنتيم بالمصحف راه تبارك الله طويله. بغيتي تشوفيها ملبوسه هيد لي خديجه حبيبتي، دوزي عندي الواتساب نوريها لك ملبوسه صافي اختي. دابا الثمن اللي قلتهم بقيت شاقله عليك صافي حتى راه عطيك اختي كان هادشي ديال الريال. بسم الله الا كان شي وحده كتحسب فيه قدي قدي راه ما تلقاوهاش، تلقاوهاش كاع. الوحيده اللي كتحسب في الريال هي انا.
ما بغيتش المصحف. مرحبا بغيتيش المصحف نبيعو لختي تسلب وحده. دوكا البنات هذا فيه 6.6 في الدوره، 6.6 في الدوره. اهلا اهلا بالاختي الطو، كي دايره لاباس عليك؟ عاش من شافك حنينتي وشاف لي كومونتير ديالك. غبرتي غبره وحده، عسى نكون خير ان شاء الله. زيدي غير هزيها هكا في يدك. مرحبا حبيبتي، هانتي اللي بغيتيها صوره واضحه مزيان دوزي عندي واتساب صاحبتي ونعطيك لا فوتو ديالها مسقده ومصوره ملبوسه وكل شيء، تاخدي عليها فكره احسن من انك تشوفيها هكا في اللايف، لان بنتك غتبغي تشوفها ملبوسه تشوف الطول ديالها قداش طويله. وعادوا لابسينها تحت الفولار، يعني فولار كتشتي راه البنات راهم شايفين حنا كي كنديروا، يعني كي كندير الفولار يعني طويله. دونك شوفوا البنات، اهلا فاطمه لهنا اختك حبيبتي. كاين عندنا هاد الفان كليف اللي غزال غزال، هاد الفان كليف البنات شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، فان كليف واعر البنات ومستعمل، 19.06 في 540 درهم، جاتو 10000. 19.06 540 درهم، جاتو 10292 درهم، 10292 درهم اللي هي البنات 1,005,800 ريال، 1,005,800 ريال بالنسبة لهاد الفان كليف هذا اللي مسيرتي بالحجر. هاد النهار ما كاينش حبيبتي البرد، هاد النهار ما كاينش البرد بزاف، يعني قليل داكشي اللي غيبرد راه غيلبس، واللي ما يبردش راه عادي غيخرج عادي. فيه البنات 5.8 5.8 5.8 في القطر، 5.8 في القطر. تمن الغرام الردكو بالنسبه للجديد كنديروا له 580 والقديم 550، هذا هو الثمن ديال الراتكو. سلام اختي، شحال اختي اللي بغى يبيع؟ كنشري على حسب الموديل، كنبيع على حسب الموديل وكنشري على حسب الموديل، ما نقولكش واحد الثمن وفي الاخر ندور عليك. اللهم صيفطي لي لارتيكل في الواتساب او فيديو ديالها والغرامات ديالها بطبيعه الحال، الا كنت عندك الغرامات ديالها. ما كانش عندها خصني نشوفها. كاين عندي هاد لونسومبل الغزال ديال فان كليف بالحجره بيضاء، كاين عندي غير الخاتم وجوج ديال لي بوكل ديالو. هانتوما 540 درهم حتى هو، فيه 5.79 540، جاتو 3126 درهم، 3126 درهم اللي هي البنات بالريال 62500، 62500 ريال. دونك اونسومبل زويون اللي بغات دير فيه سنيسله اللي بغات تاخدو، على ما يجيب الله السنيسله ديالو. شي حاجه غزاله البنات. كاينه البنات هاد الكوغميط هادي ديال الفكرون، شوفوا هادي ديال الفكرون، حتى غزاله البنات بالنسله ديال هاد الشوبار اللي شادها مزيان وصحيحه البنات، تخدم على حقها وطريقها. بالنسبه للغرامات 8.09 540 4368 درهم، 4368 درهم ديال البنات بالريال 87300، 87000 ريال و 8300. و البنات غزاله هاد الكوغميط هادي ديال الكورونا اللي كدوز ب 540 درهم للغرام، جديده البنات غدوز ب 540 درهم للغرام. اللي بغاتها مرحبا و الف مرحبا، دوز عندنا واتساب، مرحبا بكم الف مرحبا. غادي ندوز لكم وحده اخرى اللي هي الخريشيشات ديال الكافيه اللي تاهي زوينه بزاف البنات، استعماليه اللي عزيز عليهم هاد الموديل هذا ديال الكافيه هكا في خريشيشات، تاهي غدوز ب 540 درهم للغرام. فيها 4.53 540 درهم، جاتها 2446 درهم، 2446 ألف درهم، 2446 درهم اللي هي البنات 48900 ريال، 48900 درهم. شوفوا البنات شي حاجه غزاله البنات.
اختي الراتكو غالي الجرام، الراتكو حبيبتي جديد 580 درهم الجرام، وإلا جيتي تشوفي حنا رحنا مغليينو، راه ناس خرين راه كيدوزوه ب 600 درهم 620 درهم الجرام حتى 630 درهم الجرام، يعني حبيبتي ما غادخلي عندنا حنا غتشوفيه رخيص، غتشوفي عند واحد آخر رخيص، غتشوفي حنا عندنا غالي، واحد آخر دخلي عند آخر غتلقاي عاود هو عاود لا علاقة له لنا ولا حتى بالسوق، دايز واحد الثمن كاع ماشي ديال السوق كاع، يعني أختي كل وحدة كتشي على حسب المقدور ديالها. خليلي الفكرونا حبيبتي دوزي عندي واتساب اكديري الطلب ديالكم مرحبا والف مرحبا شي سلسله الحضور دوزي عندي واتساب الغزاله ديالي وندوز لك الحلقه دوك السنيسات ديال الحضور اللي كانوا دازوا بالهميزه دازوا بثمن الهميزات ديك المره دونك شوفوا البنات هاد السرتله ديال سبعه الخيوط نتوما 1 2 3 4 5 6 7 شي حاجه طوب البنات شي حاجه غزاله وانيقه واللبسه ديالها واعره وكتجي معمره اليد ومنطون صحيحه راه ماشي راه خيط واحد راه ماشي ديك المنفوخه راه ماشي ديك المنفوخه راه خيط واحد هادي تسماو شي حاجه غزاله البنات واللي لبستها راه لبست شي حاجه ديال الهمه والشان وزياده بتكامل انها زينه وتحزينه لاي سيده بغات تخبي فليساتها سبعه د الخيوط تبارك الله ما شاء الله كيجيو فنين في اللبسه ديالهم هميزه البنات دايزه الكلام فيها البنات 60 غرام فاصله 81 فاصله 81 في 540 درهم جاتها 32834 درهم 32000 434 درهم مرحبا حبيبتي 32837 درهم اللي هي البنات بالريال هادي البنات جاتها 3,156,700 3,156,700 بالنسبه لهاد الثلاثيه الغزاله البنات اللي كتجي على هاد الشكل هاد السباعيه هادي حبيبتي بالنسبه للاخت اللي قالت لي بغات هاد اللعيبه هادي ها انت حبيبتي صوريها ليا مع راسك ها انت نتوما كتجي غزاله البنات هادي كتجي واعره في اللبسه شوفوا البنات صافي حبيبتي صورتيها اي حاجه بغيتوها دوزوا الواتساب راه بان لي في اللايف البنات سميه والكنيه رقم التليفون العنوان ديالكم كامل وكتوصلكم لا كوموند حتى لعندكم حتى لباب الدار ديالكم الشونجا البنات كيكون خلال 24 ساعه خلال 24 ساعه صيفط لك الحاجه ما عجباتكش رديها لي خلال 24 ساعه ما تجلسش عندك كثر تجلسش عندك تجلس عندك كثر ما كنردوش يعني كنحاولوا اننا نردوا لك الاخر نبدلو لك اما الفلوس نقدروا نردوهم خلال 24 ساعه كنحيدو حتى مال ليفغيزو ومرحبا فيهم 6.7 البنات 6.7 بالنسبه لهاد السباعيه هادي سلمى طه بالصحه والراحه حبيبه ديالي تلبسيه بالهنا وراحه الله الزينه ديالي يدخل عليك بالرزق الوافر يا رب العالمين وكاع الاخوات اللي وصلتهم لا كوموند ديالهم بصحتكم وراحتكم وحنا اللي كنشكركم على الثقه ديالكم في السلعه ديالنا شكرا لكم بزاف بزاف اللي وصلت لها شي حاجه كنشكروها بدورنا على الثقه ديالها في السلعه ديالنا والتعامل ديالها معنا وهنا حشمنا معكم وصافي دونك ثلاثه الخيوط حبيبتي فيهم 25.91 540 غادي تجيهم 13,991 درهم 13,991 درهم اللي هي البنات بالريال مليون و 79000 ريال و 800 مليون و 79000 ريال و 800 كما قلت لك اختي راه فيهم 6.6 في القدر دونك الا بغيتي 3 مرحبا و الف مرحبا بغيتي 7 مرحبا و الف مرحبا لا جيب غير رزق وصفاء توحشناك ما بقيناش كنشوفك حبيبتي لاله اختك كتوحشك الخير والربح الزينه ديالي غير هكا كنشوف انا لا كاليتي ديال اللايف كتكون احسن مليكا وعليكم السلام حبيبتي اهلا وسهلا غزاله ديالي سلام اختي شحال راه تكون الكرام كما قلت لك راه الكرام حبيبتي بالنسبه لرادكو داير 580 بالنسبه للجديد وبالنسبه للمستعمل كندوزوه ب 540 كاينه البنات الزينات ديالي هاد البراسليت الفراكه اللي غزاله البنات مستعمل ومازال نقي ومازال يتلبس شوفوا البنات كي داير شي حاجه غزاله غزاله البنات هادو هذا لونسومبل هاد البراسليت ديال الفراكه كيجي غزال كتجي اللبسه ديالو واعره البنات بالنسبه للغرامات فهما 16.60 540 درهم 8964 درهم 8964 درهم اللي هي البنات بالريال 179000 ريال و200 179000 ريال و200 على هادو حاط لهم القطر ديالهم ياك كلشي دونك البنات راه غادي نحطو في لاباج كلشي بالقطر ديالهم كلشي اللي عجبتها شي حاجه ما عليها غير دوز واتساب ومرحبا احسان لهلا اختك حبيبتي كومونتير نعتز بها الزينه ديالي الله يكبر بك الاخت يدو كذلك الله يحن عليك حبيبتي ويفرحك لهلا اختك شكرا بزاف على الكومونتير الغزال شوفوا لي البنات هاد النباله ما شاء الله تبارك الرحمن بيان صيغتي وليني فن الفن الفن البنات كتجي واعره في اللبسه ديالها وكتجي انيقه بزاف
وفيها جوج هي انا ريت كون يحلها مشى ودفرت هيدا اختي اخي البيض راه ما كيتحملش مع الكاميرا دونك هذا ماشي بيض هذا انجري واه حبيبتي مره جايه ان شاء الله نحاول نديرو شي لون اخر باذن الله رب العالمين بكل لي فرح حبيبتي نهاد شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن على نباله واو شي حاجه ليزها الكلام نباله كتحمق البنات شوفوا تبارك الله ما شاء الله اللي لبستها راه لبست الهمه يا اختي لبست الاناقه ولبست الجمال ولبست كلشي 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 مجموع في هذه النباله الغزاله شوفوا البنات بالنسبه للغرامات 30.15 540 درهم الغرام هذه جاتها 16281 ريال اه الاحمر حسن صافي ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله نديرو شي لون اخر نجربو اللوينات اللي جانا على جا اللون ديالو يعني مواتي مع الذهب غادي نديرو فيه اللايف دونك البنات هذا 16281 درهم اللي هي بالنسبه للريال مليون و25000 مليون و125600 مليون و125600 بالنسبه لهادشي كامله البنات راه القطر ديالو موجود في الصفحه اللي بغات شي حاجه مرحبا والف مرحبا بلا ما نعطيكم القطر لان كاين القطر عندي واحد الخماسيه يا سلام صافي عندي واحد الخماسيه البنات ما شاء الله تبارك الرحمن شوفوا ديال العظم كتجي غزاله راه كانوا تبارك الله فيها 7 8 9 10 شحال كانوا فيها هذه 8 8 ديال الخبيطات مشاو 3 وبقاو هاد الخمسه هادو اللي بغاتيهم مرحبا الف مرحبا زينه وتخزينه للسيدات الغاليات اللي كيبغيو يلبسوا شي حاجه انيقه وصحيحه ومتينه وعمليه دونك البنات فيها 67.32 غرام 67.32 غرام مليون هذا 36352 درهم 3 المليون ثلاثة المليون ومية وستة وعشرين ألف وربعمية ثلاثة المليون ومية وستة وعشرين ألف وربعمية بالنسبة لهاد التلاتي هاد الخماسية هادي الغزالة البنات شي حاجة غزالة 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 كتجي واعرة البنات القطرة البنات راه موجود راه موجود في لاباج البنات اللي بغات القطر ديالها مرحبا لبنى حبيباتي العماني لبس عليك كلشي مزيان صراحه هادو احسن وحدين تعاملت معاهم الباقي كلهم لا علاقه صافا احسن وحده مي هذا حبيباتي نعتز بهذاكم ونطير الغزال ديالك وحتى انت ونعم الناس الله يعمر لك الدار لا حطيك الزينه ديالي الله يكبر بك معتز بك حبيبتي وبالكومونتير الغزال ديالك لا انت لا الاخوات كاملين وحده بوحده هادو غادي يمشي لكم البنات واحد جوج خويطات نتاع الورده هادو القطر صغيور اللي بغاتهم شوفوا البنات لهنا حشمنا معكم وصافي والله يجعلنا كيما ديما نكونوا يعني عند حسن الظن ديالكم ونطلبوا صدر ربي الهلا يجعلها توقع بيناتنا شي حاجه كاع اللي تضيع سمعتنا في عينيكم مرحبا ها انت اختي د الورده راهم صغيورين هادو راهم صغيورين يا اختي صغيورين دونك هادو فيهم 24.69 غرام 540 جاتهم 13332 درهم هاد الثمن اللي ما كنحملش نقوله 13332 درهم ها انت اختي ها انت عاوني الاخ في مليون و 66600 مليون و 66600 يعني هاد حبيبتي لا حبيبتي بغيتيه دوزي واتساب وان شاء الله نجيبو لك سير كوموند مي دابا ما بقاليش ما عنديش زعما ماشي ما بقاليش ما عنديش اصلا شوفوا الناس كاين البنات هذا اللي فيهم 6.3 قطر صغير 6.3 6.3 اليوم جبت الدمالج حبيبتي والبراسليات تخرم ما عنديش دابا شي حاجه في التخرم كاينه هاد النباله هادي اللي حتى هي غزاله كتجي واعره البنات هادي الجرامات ديالها هما 10.59 10 قصيلات 59 540 درهم 5718 درهم 5718 درهم اللي هي البنات 114000 ريال و 800 و 300 114300 114300 بالنسبه للدوره ديالها البنات فهي 5.8 في القطر شحال ديال الغرام البيع
الا كنتي بغيتي تبيعي شي حاجه حبيبتي خصني ضروري نشوفها ونشوف لا كاليتي ديالها ونشوف حبيبتي النقاط ديالها عاد نعطيك الثمن. يعني كما كنبيع حبيبتي لبنى بالموديل حتى انا كنشري بالموديل، يعني كل الموديل وشحال كنشريه. ريان دوزتو. عليكم السلام حبيبتي، كي دايره لاباس عليك؟ راكي مزيانه تبارك الله عليك اختي، الله يبارك فيك الزينه ديالي. ما عندكيش الكلاش في الميزات؟ والكلاش هو اللي مازال ما داش في الميزات. صافي ما كاينش دمليت مبرمه غليظه بحال اللي كنت خديت. كاين الغزالات ديالي ما عرفتش واش غادي تبغيه ولا لا. دونك كاين هانتي، كاين هذا وكاين هذا، كاينين جوج صغار هانتي، كاين هاد الجوج هذا هانتي. شوفي واش راه يبان لك واضحه هانتي البنات. دونك هذا فيه 8.51 هانتوما البنات، 8.51 هايدي، لا 8.41 في الكراف، فيه 8.41 البنات، 8.41، 8.41 ديال الجرامات، 540 درهم، جاتو البنات 4541 درهم، 4541 درهم، فيه 6.3. اللي هي البنات 90800، 90800. بغيتي هادو كنت على الرسول حبيبتي، ما عنديش حاليا، كاين شي واحد عنده؟ لا ما بقاش اختي، ما بقاش، كون غير قلتيها لي غير هادي يومين كون دوزت لك هذاك، كان واحد راه تبع حبيبتي، كانت وصلت عليه واحد السيده تبع. دونك 8.54 540 درهم، جاتو البنات 4611 درهم، اللي هي البنات بالريال 92200، وهذا فيه 6.2، 6.2. ماشي مشكل، شي حاجه كثيره كاع اللي مختلفه تما. كان البنات هذا ديال الورده غزال، البنات هذا ديال الورده كيجي غزال في البيته ديالو. دوك البنات هنايا غتبقاو تحسبوا الثومه 540 درهم الغرام، انا اختكم صافي ساليت. 15.81 البنات، مرحبا حبيبتي فاطمه، 15.81 غرام، 170700 دريال، خمسين. شوفوا البنات شي حاجه غزاله البنات، هذا القدره البنات راه كاين في لاباج، يعني كل اي حاجه بغيتوها راه كاين الدوره ديالها. كاين هذا اللي غزاله البنات، شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الغرامات ديالو 13.39 غرام، 13.39 غرام، 144600، وشحال هو بالريال واش كلشي تيقرا لي؟ 7230 درهم، 7230 درهم، 7230 درهم. كاين هذا ديال الورده حتى هو زوين بزاف، شوفوا تاع الورده واحد اللي باقي، فيه 14.04، 14.04، 7581 درهم، 151600 ريال، 151600 ريال. هادو 540 درهم للغرام، اللي كتسول على شحال الغرام اليوم فاش راني ندوز هاد السلعه، راني ندوزها 540 درهم للغرام، فيها اللي جديد وفيها اللي مستعمل. هادوك اللي جداد غادي تقول لي كيفاش جداد، هادوك اللي جداد اللي كيكون مثلا تباع له خوتو بقى غير هو مسكين في الرادي، لان ما كاين لا شي يبقى يدوز 540 يمشي حتى هو، ما كاين لا شي يدوز بالثمن الجديد. وهادوك اللي مستعملين راهم مستعملين، يعني الحاجه ملي نقولها راه مستعمله راه مستعمله. كاين هذا د الورده اللي باقي صغور حتى هو، متيول وصغور وزويون، هانتوما البنات صغور بزاف، في 11.02، 5950 درهم، 119000 ريال، 119000 ريال. هذا تقريبا صغير، يلاه تكون فيه شي 6 سنتيم كنظن، ياك شحال فيه؟ ولا 5.7، 5.8، راه خويا العبارة دير لي ديك اللي كنعرفو بلغة الإشارة، 5.8، فيه 5.8 أصغر دمليج فيك يا أرض، 5.8 لي ديدها صغيورين تبطر بهاد دمليج هكا صغور، حتى راه صغور بزاف، 5.8 في الدمالج راه مكيناش تقريبا كاع مكدورش، إلا من رحم ربي. كاين هذا صغيور بزاف،
حبيبتي لبنى، بالنسبه للغرام داير اليوم 540 درهم للغرام. كنتي كتهضري على الغرام اجمالا، 550 540 بالنسبه للقديم، و 580 بالنسبه للجديد. هادشي غير انا كنهضر لك على البلديه. ما الرومي راه فايت 600 درهم للغرام باش تفهم، باش عارفين 13 64 غرام 7365 درهم، 143300، 143000، 147300، 147300. كاين البنات هاد البراسلي حتى هو غزال، فيه هاد لي كاغو هكا، لي كاغي هكا اللي فيهم بلاصه مسيرتي بالحجر وبلاصه لا سامبل، صحيحه البنات كيجي غزال هذا. خواتي مخرمين شمس الضحى، دوزي لي واتساب حبيبتي. دونك البنات 863 863 863 540 درهم للغرام، 4660 درهم، 93200، 93200. كاين عندي هاد الكورميط هادي ديال رافينيتي، هاد هما موديل ديال رافينيتي بالكورميط حصيره البنات، شي حاجه غزاله هادي، فيها 834 غرام، 834 غرام، 4050 درهم، 90000 ريال، 90000 ريال. لبنى على حساب الغرام اللي بغا نشريو، كنشريو ب 520 تقريبا، 520 الا كانت الحاجه نقيه كاع بزاف راه كنقدروا نديرو معاك الثمن. دونك 520 درهم باش كنشريو حبيبتي حاليا الذهب. شوفوا البنات كاين هادي حتى هي غزاله، فيها هاد الخويتمات في الوسط بالسلسله تشوبار على دو شين. ها نتوما خواتم التلميزات راه دايزين البنات في اللايف اللي فات، دوزوا واتساب اولا دوزوا لاباج، راه كاينين خواتم في المارياج وكاينين خواتم العاديين حتى هما في الهميزات. 2446 درهم، 48900، 48900 ريال، 48900 ريال البنات. هاد الكوغميط هادي غزاله البنات، غزاله غزاله، شوفوا ما شاء الله. هادي دوزتها كاينين جوج، كاين جوج. كاين البنات هاد النباله هادي ديال حليم السلطان، وحده كان فيها هنايا حجره بالموف وهنا حجرات بخضرين بالخضر، هادي عاود العكس. شوفوا البنات هادي فيها 1140 غرام، 6156 درهم، 123000 ريال و100، 123000 ريال و100. قالت اللوزه القدام بحجره خضراء، حلقات اللوزه حبيبتي تباعوا كنت دوزتهم في اللايف، تباعوا ديك النهار اللي دازو في اللايف. كاينه اخر غورميت هادي اللي كتجي غزاله البنات، شوفوا هي فنيونه. هادي 3.29 غرام، 3.29 1776 درهم، 35500 ريال، 35500 ريال. كاين هاد البراس دي بوحدو صغور يا حنيني، شحال قداش؟ شوفوا تبارك الله صغور بزاف البنات. هذا 688، 688، 3715 درهم، 74300، 74300. كما قلت لكم البنات بالنسبه للدولار غتلقاوها في لاباج، مرحبا بكم والف مرحبا. اي حاجه بغيتوها دوزوا عندنا الواتساب. كاين هذا اللي كبير حتى هو غزال، حاولوا البنات دوزوا الواتساب ومرحبا والف مرحبا. راه صيفطت لكم لي زارتيك اللي كاينين، 7.57، 4087 درهم، 81700، 81700 ريال. ها نتوما البنات علاقه خميزه دوزي واتساب، ولاد وكنظن انها مرا دوزي واتساب اختي ومرحبا. يطوما كاختي كطلي كاين هذا غزاله البنات حتى هاد البراسكي، ولكن ما فيهش الحجر بزاف، يعني هاد ليسباس صغير فقط. شوفوا البنات هذا فيه 7.52 غرام، 4600 ريال، 4600 درهم، 81200، 81200 البنات. سلسله بلا علاقه في حدود 7 غرام هميزات. دوزي لي واتساب ونشوف واش كاينه شي وحده. لا كاينش،
مهم دوزي واتساب ويكون خير اختي ام ريحانه. وكاين اخر وحده هو هذا ضحكوني عندي موتي ديك شي فكرتني بواحد الرسوم ماشي حاجه عظامي كياكلوني على الدابة هادشي كيحمق. ايوا اختي دوزي دوزي واتساب وجيبي لي عجبتك شي حاجه مرحبا. 6.88 غرام 6.88 غرام ب 3715 درهم 3000 وهاد 74300 74300 وبهذا الشيء غادي نكون ساليت اللايف البنات. تهلاو لي فروحكم ان شاء الله تكونوا على خير. السلام عليكم الى لايف جديد ان شاء الله. مخمس توري يا حبيبتي بقات لي وحده في الميزات فيها 27 غرام ديال الاس الا بغيتيها دوزي واتساب. وجديده حبيبتي 580 درهم الغرام الا بغيتيهم دوزي واتساب. ومرحبا او مرحبا يلا البنات تمساو بخير ان شاء الله باذن الله.